شركة عون بلشت كفكرة جريئة لما كنت أنا بعمل موظف بشركة جيران. شفت الحاجة الموجودة بسوق الخدمات العامة. أصحاب المنازل عم بواجهوا مشكلة كثير كبيرة بأنهم يتواصلوا مع الفنيين ويتواصلوا مع شخص يعتمد عليه. شفت أنه نعمل تطبيق على الهواتف الذكية اللي هو تطبيق عون. عندنا أكثر من 100 مقدم خدمة، وبنفس الوقت عم نخدم أكثر من 1500 منزل في عمان. وقدمنا للجائزة هاي، بنطمح أنه من خلالها تساعدنا أن نوصل الأهداف اللي إحنا بدنا نوصلها على المدى القصير وعلى المدى البعيد، ونتمنى يكون في شراكة طويلة المدى مع بنك الاتحاد. تطبيق عون تطبيق كتير مميز، توقع إذا بينجح بيثبت نفسه في الأردن رح يكون له أثر كتير كبير في خلق كتير فرص عمل عنا. البرزنتيشن ما كانت سهلة، الكوميتي عندهم خبرة كتير كبيرة بالمجال، وأسئلتهم كانت شوي صعبة، لكن بتخيل نعملت منيح ونتمنى الخير.